هلا رح نحكي عن برج الجوزاء. عيد فصح مبارك ينعاد على الجميع بالصحة والعافية إن شاء الله. بالنسبة لبرج الجوزاء، أنا عملت قراءتي بورقي اوريدي وسجلتهم. بهيدا الشهر اللي هو شهر نيسان، الجوزاء حيكون عنده شهر رائع، منتهى الروعة، فرح بالعيلة، ولادة، استقبال طفل، تغيير في حياة العازب والمتزوج. رح يكون في أطفال، سفر، تناغم، فرح، واستقرار ما مر فيه الجوزاء من فترة طويلة. من هلأ للثلاث أسابيع الجايين ما في مجال للتفكير بأي حدث سلبي بحياة الجوزاء إطلاقاً. رح يحصد الجوزاء من 1 ل 21 نيسان أفضل فترات عمل لأي مشروع بيقدر يقدم عليه، فكتير حلو إنه يستغل هالجمعتين ثلاثة الجايين بأي شي بفيده. بهالشهر رح يوصل للكتير من الأشياء اللي هو بيتمناها، واللي حواليه رح يبلشوا يستغربوا كيف الجوزاء فجأة قادر يحصد هالنجاح بوقت قصير. شو هو اللي عمله؟ شو هو سر نجاحه؟ الجوزاء بيستحق انه يكون سعيد بهالفترة، وحصل على نجاحه بعد تشكيك طويل بقدراته. مشكلة الجوزاء انه دايما بحس انه كل شي عنده بيمشي بالعكس، وانه هو ما بيستحق يكون انسان ناجح، مع انه هيدا الكلام مش صحيح، فبيضلوا يراودوا الشك. اذا عم تعمل هيك بليز وقف، ما في داعي للاحباط النفسي، ما في داعي للسوداوية النفسية اللي بتستحوذ عليك، لأنه الجزء الثاني من نيسان رح تاخد قرارات حاسمة، إما بترك مكان سكنك أو عملك أو البلد اللي أنت عايش فيه، ورح تترك أي شيء ما إله بعلاقات غير مقنعة وما بتعود عليك بأي اهتمام. رح تفتش على مغامرة جديدة، ورح تشوف وين رح ترسى مراسيك بالمرحلة الجاية. عزيزي الجوزاء، انت المراحل الماضية اللي مريت فيها كانت مراحل صعبة، واذا كان سائبك نوع من الامراض فانت بشهر نيسان رح تكون صحيا افضل من قبل. اللي كان عم يوجعك الشهر الماضي يمكن كتير يوقف الوجع بهيدا الشهر، وبذات الوقت انت بطريقك لنضوج كامل. يعني من كل التجارب اللي مرت عليك قبل، والضربات اللي اكلتها، والصفعات اللي مرت بحياتك، صاير عندك هلأ مثل مرحلة هي مرحلة تخمير للأمور ونضوج، مثل اللي عم بيعتق شيء أو يخمر شيء، بيخمروا الخل أو نبيت أو اللي هو، وصاير عندك مرحلة هلأ عم تطلع فيها تشوف أنا وين غلطت، كيف لازم صلح، كيف بدي غير. فما تخلي الخوف يسيطر عليك. أرقام الحظ بالنسبة لشهر نيسان للجوزاء هي 1 4 10 9 و6. عيد مبارك وبشوفكم.